شحال ديت هاد البركان؟ 6500. 6500. شوف بنادم تاخر صبر الله يدير رخا في الاخر. الخاوة دا تريبلي حاولي اسبانيا راه هو عام بحال نعيمه كيقول لك 4000 درهم 3500 درهم. حتى لا يعمل الخير ما يقدرش يعمل الخير. كاين شي اللي كيشجعنا وما كاينش الا اسرقتي وطب 4000 درهم لما نعتري اسا بعدا الا كانوا عاملين ديك 2000 درهم اتري جوج الحواله اتفرح جوج الاسره سرمان. اي اخر الخاوه 4000 درهم ما تقدرش تفرح به راسك الخاوه. بزاف ديال الناس اقسم بالله العلي العظيم يقدموا اللحم للاهل ديالهم حاولي ما كاينش التحيز. انا واحد الولد صاحبي دابا عيط لي في العماره قال لي اقسم بالله العماره كامله فيها حولي واحد يعني النص كبير ما يعيطش. شحال الثمن ديالك؟ شحال الثمن هذا حبيبي؟ شحال الثمن هذا؟ 5000. 6500. وهذا دابا قلت الدراري شو كيقول 5000 ما كيقول 5500 6500 كيسخر قولو. كيسخر قولو اصاحبي. السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي. اليوم جينا للسوق غنشوفوا الاجواء السوق اللي هو اليوم نهار السبت كيبان الحاله لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنى ان شاء الله تكون الازمنه مناسبه. ورا نشوفوا دابا الاخوان ديالنا اللي هنا 2500 خصها اللي بغيت. هذا 2500 هذاك خو ديالي تبارك الله عليك. الله يحفظك اخويا. نقدر نقولوا اول واحد يدخل الحاوي اسبانيا للسوق نوان زين. اي ان شاء الله اخويا. يلا دخلتي اليوم. اجينا غير دابا. شحال يقدر يكون عندك من راس هنايا؟ خويا انا عندي واحد 140 اخويا. 140 من ناحيه الاسمنه كل واحد ثمن عندك ولا؟ لا اخويا تنتعاونوا دابا مع الدرويش 2500 درهم يعزلوا اللي بغى. يعني عملهم 2500 درهم. بعت انا تقريبا بعت واحد 40 درهم اللي بعت. سينا مين جبتيهم؟ حتى واحد ما دخلهم من السوق. لا خويا من الصبليون اخويا ديال الصبليون. سينا جبتيهم على يدك هادو. على يدينا. قلت لي السوق كيبان ماشي واه. لا السوق والو غالي بزاف راه الدرويش ما عنده فين يعيش. انا غادي نسقسي كنقول لك يعني نتنا من ديك الناس اللي بقاو هما الاخر. شنو اللي خلاك زعما تبقى نتنا هو الاخرين؟ ما عنديش باش نتقدم لهذا الشيء. هذا الشيء راه بزاف راه وانت كتلقى 250 فرنك ودير اسبانيا راه مقيم هنايا كيوصل للمغرب كيوصل ب 500 ب 700 درهم 700 درهم الى 250 الف. خويا ها خويا الله يحمي ممكن نهضر. اجا خاودي خويا اجا 900 والناس كيديهم ها هما الناس كيشريوهم. انا راني بعت دابا 40 ها هما الناس كيديروا الكواب ديالهم. غير هما كيقولوا بعض الناس كيقولوا الحاولي اسبانيا. انا باغي شاري خويا باغي غير شاري ما مدخلش انايا ما عنديش انايا الفلوس كامله باش ندخل البطاويات. وانا غير شاري خويا تنسترزق الله. نقدر نربح نقدر نخسر. دابا يقدروا يموتوا لي يقدروا ما يموتوش. دابا شنو الفرق بين الحواله اسبانيا والحواله المغرب كيقولوا بحال 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 بحال. هادشي دابا الضرا والشعير والفصا طورطور كوك الصوجا كلها كتجي من برا. حنا ما عندنا حتى شي حاجه. الماكله ديال الخارج اللي كياكلوا هادو كنوكلوها حنايا. غير كل شنو تيختار كاين اللي كيرتاح لهنايا كاين اللي كيرتاح ديال البلاد. هاديك هاديك كلها خويا الثمن رخيص بحال هادو غير خوفات ديال البلاد اللي نسينا 70000 خوف 50000 وعز اللي بغى شنو بغى اكثر من هاد الشيء. ثلاثه الحوالا كيفرقوا صعيب هذا قاو ديالي باش مبروكه لينا وعليك اخي ابراهيم. بقيتي مأخر بزاف. هو ما عندنا ما نعملو بقينا تنشوفو السوق واش غيطيح على الله يطيح حتى والو هو زايد في الطلوع. شحال ديت هاد البركان؟ دينا 3500. قاو ديالي الغزال الله يعاونك 6500. 3500 بالدراع اخي ما بالدراع يعني كترغبو باش كسد. والله الا كنرغبو قال لك 3800 3700 اخر سنة. الله يجعلهم تحية. امين الله يرحم والديك اخي ابراهيم. خوديلي خوديلي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي. باين عليك تسلم ديك الناس اللي جاو اليوم وتساراو في السوق مزيان. دائما كنجي تقريبا. اليوم شنو اليوم السوق الخاوة الناس عرفتي شنو وقع لهم؟ زعما الله اليوم السوق غيطيح. صدق الحولي ما كاينش يطلع دوبلي على الايام يا اخي. الحولي ديال 2000 درهم وصل دابا 3500 درهم. القط هزيته قبيله هيدا 2500 درهم ولكن لاحظت جميله ب 2500 درهم. سمعني نقاطعك ولكن لاحظت عيد الدراويش هما اللي بقاو وصل الاخر على حساب عيد الدراويش. والله الا عيد الدراويش القط عامل 2500 درهم هزيته هيدا صح. والله الا بيد واحد 2500 درهم منكره صح. جميله صح. والله الا جميله جميله ب 2500 درهم. شنو لاحظتي شي حاجه لاحظتيها في السوق شنو هي؟ تشوف بنادم تاخر صبر الله يدير رخا في الاخر الخاوة دا تريبلي فهمتيني. هذا هو اللي وقع. دابا بنادم صبر الله بحال عام اللي فات الحاولي يبقى موجود عيدي الحاولي مزيون 3500 درهم 2500 درهم ويبقى 2500 درهم الفوق عيدي الحاولي مزيون. صدق جنة هنايا 2500 درهم كيدير القط شحال فيه ديال اللحم
ما كامله شي 10 كيلو ديال اللحام كامله ب 2500 درهم. حاولي اسبانيا راه هو عام بحال نعيمه كيقول لك 4000 درهم 3500 درهم نعيمه صاحبي. اش من حاولي اسبانيا شحال فيه ديال اللحام 10 يعني كيلو وماشي منكر دوبلي منكر صافي. اذا كان منكر والله الا الخاوه ديال بنادم يزيد ويدي الحاولي كبير بعدا ما يتزرفش فهمتيني. الحاولي كبير واخا زايد زايد واحد 1000 درهم ولكن الحاولي صغير تريبلي. الحاولي ديال 1000 درهم عامل 3800 عامل 3500 درهم. الله يا اخي بزاف الدروي هو بقى غير الدرويش الخاو والله الا بقى غير الدرويش. الله يبارك فيك. اليوم هذا الحاولي هذا جبرنا داه مولاه ب 6200 درهم. هذا دابا نهار الاخر راني قول ماشي نهار الاخر راني قول نهار الصبح قول نهار الغد صاوا كيباع باع ميسمع السالف. سبحان الله الايام ماشي كتجري كما شاف السوق هذا اليومين كان تبارك الله الاتجاه كامل عمر ولكن في يومين في ثلاث ايام كان كامل خوان واخا الغلا كيبان كلشي تسخر. وكنتمنوا ان شاء الله يربي الدراويش المساكن اللي ما يقدروش يشريوا الحاولي بزاف ديال الناس معايداشي. نتمنوا ان شاء الله يربي الاخوه اللي معايدين يعاونوا اللي ما معايدشي باش كل باش نخلقوا واحد الجوده العيد. كيفاش نسعيد واحد ما معايدش خو ديالي تبارك الله يعني الله يرحم دارك. شريتي ولا باقي؟ انا شريت شحال هادي الخاو. الصديق ديالك شرا؟ تا شرينا شحال. شنو جيتي تعملوا في السوق؟ جينا نشوفوا الخاو واحد الدراويش والسالف فهمتي. جبرتو الدوالة؟ السوق بنادم كثر من الحاول اللي رماه. خزينا حقتي ودابا عاد قال لي 3500 درهم قسما بالله خاف. يعني الانسان الا كان يعمل شي اجر ما كاينش نضحي يا صاحبي. سينا تخايل ما كيشجعك شي ما كيشجعك شي تتعاون الدراويش الخاوه صحاي. سينا دابا الا ازعوا لك شي ثلاثه د الناس ولا شي ربعه د الناس سينا عندك واحد 7000 درهم ولا 8000 درهم يلاه تجيب لنا واحد جوج د الناس الخاوه ديال فهمتي كيفاش من الا كنت ساعتين ثلاثه د الناس ولا ربعه د الناس خصك جوج د الملايين فهمتي كيفاش من الله. شحال هذه كانت عنده 7000 درهم يجيب ثلاثه بنادم 5000 درهم مرمانو يجيب ثلاثه د الحوال الخريفه سمزيون ونيتيون بنادم وبنادم يدخل فرحه على ولادو على بعطيسو وكذا. حاولي ما دايش في الدبيع وما كاينش شي سان الضحيه وما كنجيش للسوق هذه شي عامين واقيلا مزيانه ما تدخلش الا كنت تدخل سياحه تمرط وصافي. اقسم بالله الا اول دخله عندي السوق الخاو ما فهمت والو صافي والله ما فهمت حتى شي حاجه. هذا الحاولي ما كاينش قطيوط كيطلب لك فيها الخاو ديالي 3000 درهم 4000 درهم 4200 ما ديش للضحيه والله ما ديش للضحيه والله ولكن تيبيع تيقول لك شوف المليح وكذا وفينا واد المليح. حنا كنا تنعرفوا الحاولي تاع 4400 4500 تيكون تبارك الله حاولي دابا والله الا عزوا فينا الدراويش اقسم بالله العلي العظيم. نتمنى عمر بوبريه جبرنا عشريه نص كيلو د الكفته الخاوه ونص كيلو د اللحم بوبريه منزله فوق الطاوله عندها ثلاثه د العواول ومره اخرى بوبريه وعندها سته د العواول عند السد العوا ولادك بعدا باقي ما شريت حتى شي حاجه لا لا نص كيلو ديك الكفته ولا نص كيلو ديال اللحم الخاوه ديالي. انا باقي الحمد لله الخاوه الحمد لله. حاولي شتيتو ب 4000 درهم تسلا يعمل الخير ما يقدرش يعمل الخير اصاحبي. تسلا يعمل الخير ما يقدرش يعمل الخير اصاحبي. كاينش اللي كيشجعنا وما كاينش الا تشري قطيوط ب 4000 درهم لما عاد تشري اصاحبي. بعدا الا كانوا عاملين ديك 2000 درهم تشري جوج الحواله تفرح جوج الاسره سرمان. اي اخر الخاوه 4000 درهم ما تقدرش تفرح به ترى راسك الخاوه. غتفرح تعاون به الدراويش بحالك الخاوه ديالك. وغادي نقول لك سينا شنو اللي لاحظت في هذا الصح خاي ابراهيم شنو نقول لك اخي منكر الحبيب ديالي. الحاولي ديال 3000 درهم 7000 درهم اما انا كنشوف راسي مثلا قادر نشري الحاولي 7000 درهم ولكن ما نشريهش ما كيستاهلش. وهذا الحاولي هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبزاف ديال الناس اللي قال الصادق بزاف ديال الناس اقسم بالله العلي العظيم يقدموا اللحم للاهل ديالهم. الحاولي ما كاينش التحيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في الغنم خصو يكون 6 شهور فما فوق. كاين يا اخو عنده 4 شهور 3 شهور الغالمه صغيره تحسن تقدر لك ما خليناها العام اللي ما جيت تقدر كانت الامكانيه ما عرفتش يا اخي. اذا كانت شو هذا الشيء هذا خصو يمشي للمجلس العلمي. اذا كانت فتوى العلماء يتقاطع هذا العيد كان من الاحسن لان بزاف ديال الناس. انا واحد الولد صاحبي دابا عيط لي في العماره قال لي اقسم بالله العماره كامله فيها حولي واحد يعني النص كبير ما يعيطش. يا منكر اصاحبي حولي 7000 درهم حولي 3000 درهم 7000 درهم ما عندك صغارين خصنا نخليهم باش وقع التساوي ولا ما يجي باش صغارين ما تقدرش تذبحهم اصاحبي. لا يا جوج والناس واحد الرساله اللي بغيت نوصل حتى الناس خصهم يربي ولادهم ان العيد سنه مؤكده والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى على الامه ديالو من الفقراء ديالها. ضحى بكبشين املحين اقرانين مهم هذا اللي جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى على الفقراء ديال الامه. فين كيبقى الاشكال؟ كيبقى الاشكال في العواو الصغار. الناس خصها تربي ولادها على ان هذا العيد هذا سنه مؤكده وتربي ولادها وكذا وهذه ماشي باش ما يضغطوش على الوالدين ديالهم يقتنعوا وتنسى ما يضغطوش على الرجال ديالهم لان منكر بزاف اصاحبي بزاف. انا الحاوي 3000 درهم 8000 درهم 7000 درهم فين ماشي بهذا الشيء هذا.
وعاد انا كنقول لك انا كنعاودو بزاف ديال الناس غيقدموا اللحم الاهل ديالهم ما كاينش العيب، لان 24 باش تذبحوا راه لا يجوز الشرع من بلي من الله. تنتسخر من عنده ضحيه زوينه والثمن مناسب. جا قال لي اما كرهت انا الدوله تلغي العيد واحد العامين باش يولي عندنا الوفره في الغنم. قال لك الغنم الخروف تيشري اصلا غالي، هو باقي صغير تيطيح عليه بواحد 2200 درهم، تيبقى عنده واحد 6 شهور وهو تيعلف فيه وسميتو. قال لك باش ما بعتو راه ما مسلكوش، وتيعفو تيسلك مع بنادم. القهوه ديالي الغزال فين اخي ابراهيم؟ باينه الصابر شي همزه. هادي ماشي همزه الخواد، هادي بارتمان الخواد ماشي همزه. شحال قال لك الثمن ديالها؟ شحال الثمن ديال هذا حبيبي؟ شحال الثمن ديال هذا؟ 5000. وهاد دابا قلت الدراري شو كيقول 5000، ماك كيقول 5500، 6500 كيسخر قولو. كيسخر قولو اصاحبي. شحال الثمن ديالو الاخراني؟ يلا قدام سي ابراهيم عندي معاك واحد 6500 4500 زديه. يلا خاي ابراهيم شحال عنده هذا؟ تفقوا له 100 درهم. يلا 4500، يلا 4500 عندي وثلاثة. عندي 4000. خاي ابراهيم سامي كاين شي ثمن مع وطن الخاوة في السوق مرة صح. يعني قلت لك واحد الثمن ما كاينش. يعني دابا هو قال 5000 في الأخر قال 6500، زاد 1500 درهم ما نعرف. يعني ما كاينش شي الوقت كيقول لك الثمن وكيمشي. كيقول 6500 درهم كيدور وجهه صاحبي. اودي شحال نقول لك؟ الله يعدنا الدرويش والسنه. وغنسقسك دابا انت بقيتي من ديك الناس اللي بقاو صالح الخاره، شنو هو السبب؟ انا شريت الخاف. يا دا مع الصاحب. انا والله مع صاحبي بوري عندي البركه ديالو، اما انا شريت. بركه ديالنا بركه. هذا راس المال هذا. قهوه خصيت من كتبي. هذا راس المال هذا. تسمى شريتو الحولي ولا باقي؟ حنا باقي ما شرينا خاف. شنو جيتي دابا تسمى في السوق؟ جينا نشوفوا السوق، جبنا السوق خاوي ما عرفناش كيفاش. يلا ولي بابح كان السوق عامر، دابا جينا جبنا السوق خاوي ما فهمناش كيفاش. جينا عايش بيه الحاولي. معاه من جيتي نزينة؟ انا جيت مع الوالده، الوالده رجعت بحال بقيت نزينة هنا. وما شرتش الحاولي؟ لا والو. ما جبتش شنو عادشي كاينه جايه فوق كيهبط لك الحاولي مرمو كيقول لك ها هو الحاولي كيما كتعرفوش حتى واش واعر ولا خايب كيهبطوا لك كيبيعوا لك. شريتي ولا باقي؟ انا شريت اخي بابا والله العظيم الا شريت، ولكن انا شريت شي 20 يوم دابا قبل الليل. اليوم كيفاش جاك السوق؟ ما كاين لا هز عند الحوال لا بيع لا شرا. اليوم غتينا كاش يعني واحد الثمن سوا ما كيطلبوا واحد الثمن الحوال؟ لا والو دابا يا اخي عندك سواسه ما جاوش، الا بقاو غير ديالنا هنايا كيبان لي انا امور ماشي هي هذيك اخي بابا. اي والله ربي يعز عليك بنادم اللي عنده العواوي. اما دابا حالنا حنايا ماشي مشكل، تينا وما باو العايله خاص عيد مع الوالد ديالك ماشي مشكل. تفرق مع بنادم شي اللي عنده ربع العواوي الخمسه يا اخي مسكينه شاريه الغالمه كتقول لك وزالي 30 دابا مشي صاد ليسانس. المهم الله يحسن العام. تنسو ما عاود كتخد مهم مع الدراويش يعني. واش كنقول لك يا اخي عندها 30 دابا كتبكي لك كتقول لها غير يلا غير يلا واخا ما تبح والو فهمتيني. المهم عاش مالك. كما شفتوا كانت هذه الحلقه، ونتمنوا ان شاء الله يا ربي نهار غدا يدخلوا شي كاميونات اللي كانوا باقيين يدخلوا، ونتمنوا الاسمنه تعوض. راه الاسمنه كاينه هنايا صاروخيه. الله يكون في العون الدراويش. سلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.